السلام عليكم يا شباب، النهارده بقى ان شاء الله هنتكلم على دائرة الاي سي في السينجل فيز اللي هو حل الوجه. يعني عندي بس طرفين سلك، بس اللي هو الفيز والنيوترال. والحمل بتاعنا النهارده بقى هو عبارة عن مقاومة مع مكثف، ريزيستور اند كاباستور كومبانيشن بتوين ذيم ان سيريز، متواصلين مع بعضهم بالتوالي. فعشان برضه نحاول بقى نفهم الموضوع دوت، نتعامل مع مثال اهوت اكزامبل. فعندي هنا الفيز فولتج 130 فولت والفريكوانسي 50 هرتز اللي هو التردد، ومدينا قيمة الار بقى 12 اوم، وهنا السي مدهاني بالمايكرو فراد، يعني مش مديني الاوم بتاعت مين بتاعت السي. يعني احنا محتاجين هنا بقى في الحالة دي هنجيب مين؟ هنحسب الاكس سي. طيب تعالى بقى نحط الكلام دوت في ايه، في رسمة. وما تنساش بقى هنا مدينا الفولت هنا، قال لي 130 فولت وسكت. يعني ايه وسكت؟ يعني هل ديت الار ام اس روت مين سكوير اللي هي تعادل الدي سي كومبوننت بالنسبة للاي سي روت مين سكوير؟ هي دي يا شباب. ليه؟ عشان ما تداليش دالة أو فانكشن في الساين ويف، دالة في الأوميجا في تي، يبقى أصبح القيمة ديت اللي مداني دايما زي برضو عندنا 220 فولت، وبرضو عندنا 110 فولت، 110 فولت، 220 فولت، أند سو أون، وهكذا. طالما ما ادانيش أصلا علاقة الفولت في دالة فانكشن في الأوميجا في تي اللي هي ساين أو كوزاين، يبقى كده القيمة دي مين يا شباب؟ الروت مين سكوير اللي احنا بنقول عليها القيمة مين يا شباب؟ الفعالة دي هشتغل عليها مباشرة كده، مش محتاج احول البيك القيمة العظمى للقيمة الفعالة الروت مين سكوير. طيب طبعا انا هنا بقى المثال طبعا دوت، انا طبعا ايه ما حطيتش فيه المعطيات المطلوب ايه، انا حطيت بس فيه هنا المعطيات. ليه بقى؟ لان احنا هنا ممكن نطلب او نحاول نستنتج ونجيب اكتر من مطلوب. فخلينا الاول بقى نبدا كده بشرح التمرين، وبعد كده خليك معايا لاخر الفيديو، ومش اخر فيديو بقى هنبدا ايه، هنعمل سيموليشن الاول، وبعد كده نخش في الحسابات هنجيبها ازاي. لان برضه طبعا انا يعني وجهه نظري، يعني دايما الانسان لما بيشوف الحاجه بعينيه الاول وبعد كده يعني يشوف الحل بتاعها بعد كده او يقرا عن الحل ازاي ويفهم المعادله، يبقى هو كده عنده وسيله الادراك اصبحت عنده عاليه جدا، والاحساس عنده بالموضوع ما خدش منه وقت في الفهم بتاعه يعني. طيب دي الدايره بتاعتنا يا شباب، هي دي الدايره بتاعتنا. تعالوا بقى نشوفها في السوميشن بقى هنحسب ايه. هنا يا شباب انا عندي هنا ايه بقى، ادي المقاومه اللي هي 12 اوم، وادي الكباستور المكثف اللي هو السي بتاعتنا كام؟ 636 و 62% هنا ايه؟ دي ماكرو فراد، ماكرو فراد. طب انا بقى عشان اقيس الاوم بتاعها اللي هي الاكس سي، طب هحسبها ازاي؟ هوصل بين الطرفين بتاع جهاز اللي هو ايه؟ الاوميتر. هنا عندي جهاز لوحده اهوت اوميتر، ده بيقيس بس شاب مين؟ قيمه الاوم بتاعت المكثف. فهستخدمه مره في جهاز قياس مباشر بيقيس الاوم، او عن طريق مين هنا؟ جهاز القياس اللي هو المتعدد القياسات اللي بيقيس الفولت والامبير والاوم. وطبعا دي الاطراف بتاعه التوصيل بتاعتنا، في عندنا كام طرف هنا؟ ثلاثه. ادي طرف لما يحب يقيس الامبير، ومعاه مين؟ الطرف المشترك اللي هو الطرف ده اللي هو النيجاتيف. طب انا لو عايز اقيس بقى اوم، يبقى هذا طرف الاوم مع برضه طرف الكومن اللي هو النيجاتيف او الارسن او الجراوند. طب انا اللي حبيت برضه اقيس الفولت اللي هو النوع الثالث بقى، تمام، هقيس برضه على الطرف دوت ومع الكومن. فخلينا بقى تعمل ستارت للبرنامج، تعالى نعمل ستارت للبرنامج، ولاحظ هنا بقى قيمة الاكس سي هتقرا لي كام هنا؟ تعالى نبص عليها. طلع كام ده؟ 5 اوم. يبقى احنا محتاجين بقى في الحسابات هنحسب الاكس سي بقى سي جت منين؟ هنرجع لها تاني بقى ونشوف الاكس سي ايه علاقتها بالفريكوانسي. راجع معايا بقى القانون بتاعك اللي انت عارف الاكس سي بتساوي ايه بالنسبه للفريكوانسي مع السي،
تمام. يبقى احنا كده بالسيموليشن او بالطريقه العمليه، او واحد تخيل انت في معمل فيزياء ومعاك الجهاز بتقيس بيه، انا كده ايه قست بين الطرفين بتاع مين، بتاع المكثف. طب دي مين بقى؟ كيمز الاكس سي. طب انا عاوز اقيس بقى الزد ده بقى، المعوقه اللي هي ايه، مجموعه الاتنين الار مع السي، هقيسها ازاي؟ تعالوا بقى ايه، هنشيل الطرف دوت وهوصله مع مين بقى، بين المكثف وبين مين، المقاومه، داخل معايا المقاومه بالتوالي. تعالوا بقى هنقيس اهو، هوصل معاكم اهوت، وتعالوا بقى نعمل ران البرنامج. خد بالك هنا بقى دي 12 اوم، وكانت الاكس بكام؟ بخمسة. طب حد يتوقع بقى المعوقه هنا اللي هي الزد هتساوي كام؟ اه حد يقول ده هربع الايه، المقاومه تربيع، وهربع اعمل سكوير روت، سكوير سوري بقى مش سكوير روت، سكوير هربع الاكس سي، يعني هربع ال 12 وهربع ال 5، هيطلع لي كام تحت الجهاز بقى؟ تعالوا الاول نشوف هيطلع لك ايه بالجهاز، هيطلع لي كام. تعالى نعمل ران البرنامج تاني. اه انا اول ما عملت بقى ران البرنامج طلع لي كام، 13. دي مين بقى؟ اه تعالى نكتب دي بقى مين، دي الزد، دي المحصله بتاعت مين، بتاعت الار مع الاكس سي. يبقى دي المعوقه بتاعتنا بقى، اللي بنقول عليها المعوقه باللغه العربيه الزد. يبقى زد جت منين بقى؟ اه ده انا ايه، ده انا خدت المقاومه ار مع الاكس سي، بس جمعتهم جمع فيكتور، جمع اتجاهي. وبرضه عشان نقول برضه يا شباب اللي كانش حاضر معانا المحاضره اللي فاتت، كلمه جمع اتجاهي نوت يعني بستخدم المثلث بتاع فيثاغورس اللي هو الوتر عندي، فده بيمثل لي مين، الوتر، وده بيمثل لي مين، المجاور بتاع الزاويه او الاتجاه المحور الايه، الافق الاكس اكسس، وده مين اللي بتمثل لي في اتجاه الواي اكسس في المحور الصادات. يبقى كده اول حاجه جبنا مين يا شباب، المعوقه اهي. يبقى جبتها في مره حسبت الاكس سي طلعت بخمسة اوم، وفي الاخر حسبت مين معاه الريزستنس. طب انا بقى لو دخلت مين بقى، شلت الجهاز دوت وجبت المالتي هنا بقى، هيدي نفس القيم؟ اه هيدي نفس القيم. احنا طب خلينا في الاخر بقى على اساس ايه، يعني ما نطولش عليكم، هستخدم ده بقى المالتي ميتر لما احب اقيس مين، الامبير والفولت على مين، على المقاومه وعلى مين، وعلى الاكس سي. تمام يا شباب، تعالوا بقى نشوف النقطه دي بقى الاول، في احنا حسبناها ازاي. قلنا يا شباب هي ادي الاكس سي طلعت لها بكام، بخمسة بالحسابات، وادي الزد طلع بكام، ب 13 اوم. جبناها منين؟ طب جت منين بقى يا شباب بقى الخمسة اوم ديت؟ ادي الحساب بتاعتني، ادي الاكس سي قلنا لها علاقه بمين، بالاوميجا، بتساوي واحد على اوميجا سي، والاوميجا بنفكها بمين، ب 2 باي اف، دي الاوميجا لوحدها 2 باي اف، والسي موجوده اهي. يبقى اذا انت بقى لما تيجي تحسب دلوقتي بالاله الحاسب بقى، هتقول واحد على 2 باي اف في سي، ما تنساش طبعا هنا ايه، دي بالمايكرو فراد، فهنحولها كام بقى، نضرب في كام، ايوه في 10 اس سالب 6، عشان انا عاوز احولها لفراد. يبقى السي ديت هضرب الرقم اللي مديهولي في التمرين اهوت، اللي هو ده 636.62% في 10 سالب مين 6، وده فهمت في المقام كله، مضروب في الاتنين باي في الاف، والاف عندي كام، بالخمسين هرتز. يبقى انا جبت مين كده يا شباب بقى، جبنا الاكس سي. طب والزد قلنا بالبرنامج اهوت في السيموليشن طلع معانا كام، 13 اوم، اللي هو شباب القانون بتاعنا هي المعوقه اهو، نفكركم بيه. قلنا الزد بتساوي الجهاز التربيعي لمربع المقاومه زائد مربع مين، الاكس سي، وده قلنا شباب ده مين بقى، ده المثلث بتاع فيثاغورس. ادي هنا ريزيستنس اللي هي الار، وادي الاكس سي، طبعا الاكس سي المفروض تبقى تحت يعني، بس بتكلم كان في فيثاغورس. طب تعالوا بقى عشان ايه برضه محدش يطلع يقول لي لا ده هي المفروض كده اهوت في الاتجاه السالب، في الواي السالب، مفيش مشكله خالص. تعالوا نعملها على اساس برضه، تعالوا بقى نجيب لون تاني مختلف. ادي يا شباب الريزيستر في اتجاه الاكس اكسس، وادي الاكس سي في اتجاه النيجاتيف بتاع الواي اكسس، دي الاكس سي، وادي من هنا بقى الزد.
طيب قلنا بقى طلعت بكام معنى ده الوتر بتاع مين؟ بتاع فيثاغورس. ده الزد ده الوتر ده بتاع مين؟ فيثاغورس هو اللي هنا ايه الزد، يبقى دي الزد اهي. طيب هربع طبعا ده فيثاغورس طبعا دي قايمه زاويه قايمه بينهم، فهربع دي وربع دي طالع في النهايه كام؟ هربع ايوه ال 12 اللي هي قيمه المقاومه، وهربع قيمه الاكس سي ب 5. لما نيجي نجمعها مع بعض بقى جمع فيكتور بفيثاغورس طالع كام؟ 13. يبقى اصبح هنا بقى الزد طالع لنا كام يا شباب؟ 13 اوم. يبقى ده كده ممكن نقول بقى ايه اول او تاني مطلوب معانا. يبقى الاكس سي جبناها تمام، وجبنا مين بعد منها ايه الزد اللي هي المعوق. طيب انا عاوز بقى اجيب هنا ايه معامل القدره الباور فاكتور. الباور فاكتور القانون بتاعي كوزاين فاي بيساوي الار على الزد. يبقى ده مين بقى؟ يبقى تعالوا نكبر هنا شويه بقى، يبقى ادي الترانجل اهو، وادي مين بقى؟ دي الفاي زاويه معامل القدره ديت ال 12 اوم اللي هي المقاومه، وهنا مين؟ ال 5 اوم بتاعت الاكس سي. يبقى هقول هنا بقى ايه ودي الزد اللي هي 13 اوم، هقول بقى الار على الزد مين بقى؟ كوزاين فاي يساوي كام هنا بقى؟ لما اقسم 12 على 13 يطلع لي بالظبط يا شباب 923 من 1000 تمام. طيب الفاي بقى هجيبها منين؟ ايوه هنقول بقى ان الفاي هنا هتساوي الكوزاين ماينس 1، ونزل القيمه دي تطلع معاك الزاويه يا شباب 22 درجه و63 من 100. 22 درجه يا شباب دي الفاي، و63 من 100 ديجري. انا بجيب دي ليه بقى؟ لو انت عاوز تجيب اي حاجه ثانيه بقى، يبقى معانا الزاويه اهيت، ودي مين بقى يا شباب؟ دي المفروض الزاويه اللي هيسبق بها التيار في الحاله ديت بكام؟ بمقدار الزاويه دي. طب تعالى بقى نجيب مطلوب ثالث بقى او مطلوب رابع. يبقى احنا جبنا الاكس سي وجبنا الزد وجبنا الكوزاين فاي معامل القدره، يبقى معامل القدره هو ده يا شباب. وعلى فكره طبعا دي اصلا دي قيمه منطقيه، ودايما شركات التوزيع بتاعت الكهرباء طبعا انت كطالب الموضوع ده اصلا دوت يعني ما يهمكش دلوقتي في الدراسه، لكن انا بتكلم برضه ان في مهندسين وفي طبعا فنيين ممكن يتابعونا في الايه في الفيديو. فدايما شركات التوزيع الكهرباء بتطلب من المستهلك ان يكون عنده الاحمال بتاعته المعامل القدره بتاعتها كام؟ لا تقل عن 92%. طب تعالى بقى هنجيب الكهرباء ازاي؟ سهل بقى، خلاص بقى انا عندي الزد اهوت 13 اوم، وعندي الفولت 130، ونقول طبعا دي الروت من سكوير. يبقى انت هتجيب الكرنت روت من سكوير، هتجيب الكرنت برضه هنا ايه بقى؟ كروت من سكوير. هطبق قانون في قانون اوم عادي اللي هو الفولت على الزد هنا بقى، هيطلع معاك يا شباب كام؟ ب 10 اوم. يبقى ادي مطلوب رابع معاك او مطلوب ثالث. طب حد يقول لي بقى انا لو انت حبيت احسب فرق الجهد بقى على المقاومه هنا بكام؟ وفرق الجهد على المكثف بكام؟ والمفروض عشان اعمل تشيك مع نفسي لازم يطلع لي مجموع الفولت بتاعت الفي ار وزائد الفي سي كفيكتور برضه يا شباب، كفيكتور يعني هقول ده تربيع زائد تربيع تحت الجذر، يطلع لي كام؟ المفروض 130 فولت. وكل قيمة ده مين بقى؟ روت من سكوير قيمة فعالة. طب تعالوا بقى نخش على السيموليشن نشوف هنحسب الفولت والكارنت الأول ازاي، ونحسب مين؟ احنا كده حسبنا خلاص بالسيموليشن المعوقة اهي. طب عايزين نحسب الكارنت بقى، تعالوا بقى نحسب الكارنت. هشتغل بالجهاز المالتي دوت واظبطه دلوقتي معاكم، ونرجع لكم بعد ما نظبطه ان شاء الله على مين؟ على يس الأمبير. كده يا شباب بقى ايه وصلت الجهاز دوت المالتي امبير او المالتي ميتر. انا كده بقى ايه ظبطته على مين؟ على القيس الامبير اهوت. وطبعا نوع الدايره اهوت معانا اي سي، لان برضه في عندي هنا بي اس طبعا دي سي. طب تعالى بقى نعمل لون البرنامج واوصل السويتش. هنا طبعا اوري هنا الكرنت بكام؟ بزيرو عشان لسه ايه الدايره مفتوحه اوبن.
تعالى بقى اول ما اوصل للسويتش بقى اغلق الدايره، هخلي الدايره عندي كلوزد، اقول لك الكرنت تطلع لي بكام، هقسم ال 130 اللي هي القيمه الفعاله او ام اس على الزد اللي هي كام، ب 10. تعالوا نفكركم بيها، ادي الزد هنا شايف بكام، انا دلوقتي حسبناها طلعت بكام، سوري بقى 13 اوم، الزد هنا طلعت بكام، ب 13 اوم، 13 اوم تمام. تعالوا بقى هقسم الايه بقى الجهاز هنا، هقيس الامبير بقى، وخد بالك طبعا انا بقيس لغايه الامبير، ادي طرف الامبير في الجهاز وادي طرف من المشترك اهو، انا اشتغلت على الطرف الامبير، وده ما بقيت انا دلوقتي ما بقيسش فولت ولا مقاومه، انا بقيس امبير. ومعروف طبعا دايما جهاز الامبير او الاميتر اللي بيقيس شده التيار بيقيس بيعمل لي ميجر الكرنت بيتوصل في الدرجه عشان من ان سيريز توالي او بالتسلسل. فاكيد موصلين الجهاز اهوت اللي هو يقيس دوت المكان بالتوالي بايه في الدايره. تعالوا بقى ايه نغلق السويتش، انا كده عندي البرنامج شغال معايا اكتف اهو. تعالى بقى نشوف الامبير يطلع لي كام هنا بقى، سوري هو فينا ايه مشكله هنا. طيب تعالوا يا شباب هنا بقى ايه نوصل المفتاح بقى، انا كده ظبطت الجهاز خلاص اهوت. تعالوا بقى اول ما اغلق السويتش بقى قلنا بقى هنحسب كام هنا بيطلع الامبير، ب 10 امبير. تعال نبص على الجهاز اهو كده، الجهاز يا شباب قرر لي 10 امبير. يبقى ده مين بقى؟ ده التيار اللي ماشي في الدايرة نتيجة المقاومة مين ومع المكثف. طب تعالوا بقى نشوف بقى بالمرة بقى شكل الموجة بقى بتاعة المصدر وشكل الموجة بتاعة المكثف، مرة هناخدها لوحدها كمصدر الأول، ونشوف في حالة برضه لما أكون عندي وان سايكل ودورتين وتلات دورات. طب إيه الكلام ده بقى؟ إحنا طبعا يا شباب عارفين ان الفريكوانسي، احنا طبعا يا شباب عارفين ان طبعا الفريكوانسي علاقه عكسيه مع الزمن، اول عكس الزمن اللي هو التي زمن الدوره الواحده علاقه عكسيه مع الفريكوانسي واحد على اف. فلما نجيب هنا بقى الاف دي ب 50 هرتز زي ما قلنا من شويه، المصدر عندي 50 هرتز، فواحد على 50 بيطلع لي 2% يا شباب مين؟ سكند، يعني 20 مللي سكند. وديت شكل الموجة بتاعت فين؟ بتاعت المصدر الـ VS، الـ VS الـ Voltage Source. وأدي عندي هنا يا شباب مين؟ دي دورة كاملة هيت، الزمن بتاعها كام؟ ده التايم أهو بس إيه بالملي سكند، كام بقى هنا يا شباب؟ 20 ملي سكند اللي هي 1 على 50. طيب فين بقى القيمة اللي طبعا دي قيمة البيك الماكسيموم، ودي قيمة مين بقى؟ الروت من سكوير. فتعالى بص هنا معايا بقى، ادي الزيرو اهوت وادي المية، وتعالى نشوف بقى ايه من المية لحد 200 كل مسافة من دي ب 10 فولت. طب ادي 10 20 30، يبقى ده اصبح هنا مين بقى؟ ده ايوه، يبقى ده جود المصدر. يبقى اول حاجة هتأكد ان جود المصدر عندي كام يا شباب؟ 130، وديت الار ام اس. يبقى كده طمنت جود المصدر دالة او شكلها موجة ساين ويف، الساين ويف اللي هي في اوميجا في تي. ده مين بقى؟ ده المي، ده الفولت طبعا. ما تنساش بقى الماكس هنا او البيك، ودي مين؟ اللي هي اللحظيه اللي هي علاقه في الزمن. يبقى الفولت في الزمن علاقه او داله في الزمن بيساوي الماكس ساين اوميجا تي. طيب تعالى بقى نشوف بقى بالسيميوليشن الشكل الموجه ديت، وهنشوف برضه بعد كده بقى لما يكون عندي 2 سايكل، 2 سايكل يبقى كام زمن؟ ايوه 40 يا شباب اهو، 40. يبقى اللي عندي مين دي لحد هنا كده دوره كامله واحده، وهنا كمان دوره، يبقى كل دول بقى دورتين. وبرضه مين ده برضه يا شباب؟ ده جود المصدر. انا كده لسه ما دخلتش المكثف معايا في الدايره عشان اشوف موجتين، انا كده بشوف موجه واحده بس بتاعت المصدر. وادي برضه عندي ال 45 درجه، 45 درجة هنا بيديني مين بقى؟ اللي هي الروت من سكوير. اعتبر عارفين يا شباب ان القيمة دي بتساوي البيك او الماكسيمم في مين بقى؟ في جذر 2 اللي هي مين بقى؟ الساين ال 45.
السو بقى روت من سكوير، روت من سكوير بتساوي دات على دوت، روت من سكوير بتساوي البيك على مين؟ على روت 2. فعشان عند 45 اهي يا شباب قطع الشكل الموجب فين؟ عند 130. دي مين بقى اللي قلنا القيمه الفعاله للمصدر بتاع الجول. طب تعالى بقى لو عندنا ثلاث دورات، طب هنا بقى ايه دورتين مع بعض اهو يا شباب، ادي المصدر اهوت وادي مين الفي سي اهوت، في خلال بين الشباب دورتين اهو، ادي اول دوره لحد الدوره كامله ودي مين الدوره الثانيه اهي. طب لاحظ هنا ايه بقى ايه ده مين بتاع الايه بتاع المكثف، لاحظ المكثف بقى عشان تعرف يا شباب بقى ان المكثف عندنا هو ليد يعني متقدم ولا متاخر، هاجي عند المحور الافقي دوت عند الزيرو هشوف الاثنين عند الزيرو، ادي مين ادي الفي سي عند الزيرو اهو، طيب والفي اس بتاع المصدر عند الزيرو هنا اهو، اه يبقى دي المسافه اللي بينهم دي بقى هي دي مين بقى الفرق بتاع مين الفيز شيفت او زاويه اللي عليها الوجه او زاويه مين بقى الطول او الطول. يبقى دي مين يا شباب دي الفاي اللي احنا حسبناها 22 درجه و63 من 100، تمام يا شباب. طب لاحظ هنا بقى ده مين بقى ده مين الفولت الموجود على المكثف، اه ده هو وصل للزيرو وبعدين الجهد المصدر وصل للزيرو بعده، يبقى اذا اصبح ده مين بقى ان هنا بقى جهد المين المكثف متقدم عن جهد المصدر بزاويه فاي، او نقول بطريقه ثانيه عكسيه ان جهد المصدر متاخر عن جهد المين المكثف بزاويه فاي. فاحنا بنقول يا جماعه يا شباب التقديم بالنسبه للمكثف ونقول التاخير بالنسبه لمين للملف. طب تعالى بقى نشوف لو هي طبعا دي قلنا يا شباب مين بقى طبعا ديت المفروض ديت عند 40 سايكل بس انا ما جبتهاش كامله، اه دي دورتين صح عند دورتين بالفعل 40 اهي فعلا. تعالى بقى لو شفناها عند 40 هنا برضه بس ايه بمقياس اكبر شويه، هذا شباب هي عند مين بقى دي الفاي هي بين الجهد المصدر وادي جهد المكثف، وادي جهد المكثف هو يسابق جهد المصدر بالزاويه مين اللي هي الفاي اللي احنا حسبناها من شويه 22 درجه وكان بقى 63 من 100 اللي دي يا شباب. هتلاحظ ان المكثف اهوت وصل للزيرو ثم بتاع المصدر وصل للزيرو بعده كام بزاويه فاي، يعني اصبح كده الجهد المكثف متقدم عن الفولت او سابق الفولت بكام بزاويه فاي. تعالوا بقى تقريبا انا جبتها لكم برضو هنا بكام دي برضو بالايه برضو نفس الحكايه برضو عند الدورتين، دي برضو دورتين اه هنا بقى عندي يا شباب بقى ثلاث دورات اهو اللي هي كام بقى 60 هنا ايه بقى ايه ملي سكند ثلاث دورات، ادي اول سايكل وادي تاني سايكل وادي الدوره الثالثه اهي. لاحظ هنا برضه يا شباب برضه هنا ايه ادي برضه جهد المكثف وادي جهد مين المصدر وادي الزاويه اللي بينهم بقى، هتلاقي فعلا ايه ادي المكثف بدا وصل للزيرو الاول ثم جه بعد منه مين بقى ايه الجهد المصدر، يبقى اصبح كده جهد المكثف متقدم عن جهد المصدر بزاويه كام فاي اللي احنا حسبناه من شويه يا شباب. طب تعالوا بقى لو احنا عاوزين نقيس مين جهد المكثف بقى الفولت في مين في قيمه التيار اللي ماشي في الدايره، تعالوا بقى نحسبها. هنا يا شباب بقى انا كده ايه ظبطت الجهاز اللي هو الفولت ميتر بقى عشان نقيس مين فرق الجهد على مين على المكثف. انا قلت من شويه الكرنت كان كام؟ كان اللي ماشي في الدايره طبعا التوالي، فاللي ماشي في المقام هو نفسه مين اللي ماشي في المكثف، فنقول دلوقتي طلعنا بايه حسبنا طلع 10 اوم. طب وقيمه الاكس سي بكام؟ بخمسة، يبقى المفروض اطلع لي كام الفولت بقى عبر المكثف؟ 50 فولت. تعالوا بقى نغلق السويتش اهو يا شباب بالفعل طلع معايا كام بقى 50 فولت. انا كده بقى ايه ظابط الجهاز عندي يقيس الفولت والاي سي، فكده معايا كام يا شباب 50 فولت اهو. هفصل تاني
بقى كده فرق الجهد عبر المكسب كان بزيرو عشان الدائرة عندي مفتوحة، مفيش تيار بيعدي. نغلق المفتاح تاني بقى كده كام؟ 50. طب تعالى بقى نقيس عند المية عند المقاومة هيطلع بكام؟ حد يقول لي ده 10 برضو الأمبير في ال 12 أوم 120. طب إزاي بقى تقول أنت 120 هنا في المقاومة والمكثف 50، مجموع بيطلع لي 30 130؟ مرنكم بقى يا شباب، ده جمع اتجاهي، هربع ال 120 تحت الجذر وهربع مين؟ ال 50 بتاعت الإيه؟ المكثف، هيطلع بالظبط كام يا شباب؟ 130 فولت. طب تعالوا بقى نقيسها، نقيس فرق الجهد عبر المقاومة. تعالوا بقى يا شباب هنقيس فرق الجهد هنا بقى ايه؟ انا كده شلت الطرف اللي كان بين المكثف مع بين طرفي المكثف، شلته فين بقى؟ وصلته على المقاومة. تعالوا بقى ايه؟ ادي كده الفولت اهوت على المقاومة، على اساس ان ايه؟ المفتاح مفتوح وبالتالي مفيش تيار معدي، وبالتالي الكرنت هنا او الفولت هنا كان بزيرو. تعالى بقى نشغل البرنامج واوصل السويتش، او تعالى نقول ايه، وصل السويتش ونشغل اللي يعمل ران البرنامج. طلع بكام يا شباب معايا؟ اهوت 120 فولت، اللي هو ال 10 امبير هي نفسها اللي معديه في الدايره في مين بقى؟ في المقاومه بتاعت مين؟ قيمه المقاومه اللي هي 12 اوم، هيطلع معاك بكام؟ ب 120. انت بقى انت بقى ايه كده حسبنا فرق الجهد عبر المكثف 50 فولت، وفرق الجهد عبر المقاومه 120 فولت. لو احنا بقى ربعناهم تحت الجذر يا شباب هيطلع لك بكام؟ ب 130. يعني حد بقى ايه ما يغلطش ويقول ده 120 زائد ال 50 170، وازاي عندي هنا 130؟ لا، احنا ده بنتعامل في دوائر الاي سي، فعندنا طبعا ايه بقى يا شباب، بناخد ايه العلاقة الفولت بينه وبعضها، زي برضه علاقة المقاومة مع المكثف في اللي بالزد، فبنتكلم على شاب على جمع ايه اتجاهي كفيكتور. انا كده دخلت في الدقيقة 27، وكفاية كده بقى ايه على اساس ايه، لو احنا في مطالب تانية في التمرين ابعتولي وقولوا لي مثلا عاوزين نحسب كذا، نحسب الباور المستهلكة بتاعة المصدر وبتاعة المقاومة. وطبعا المكثف يا شباب ملوش مقاوم، ملوش قدرة مستهلكة، المكثف ملوش قدرة مستهلكة، القدرة المستهلكة هتبقى موجودة في المقاومة بس، وبتاعة المصدر هي طاقة مستنفذة، لأن هنا المصدر هو اللي بيغذي مين؟ الحمل. وأتمنى يا شباب بقى يكون الفيديو عجبكم، ولو أنت بقى كنت أول مرة تشاهد القناة ما تنساش الإعجاب والشير والاشتراك لكل زمايلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.